غنقول لكم الاخوان المحسنين الله يجازيكم بخير، راكم شفتوا الخراب هنا هذه المنطقه هذه بين فيها الخراب بحال المناطق اللي كاينه في المغرب كامل تقريبا، كل شيء الخراب نفس الصوره هي كاينه. دابا فينا المرحله الاولى اللي هي الاعانات الاوليه، المأكل، الملبس، الغطاء الى اخره. المرحله الثانيه اللي جايه دابا اللي خاص البرد هو جاي دابا في الليل، كنبات انا هنا شخصيا في الليل كاين البرد وكاين الجريحه، وبدات الجريحه كتحرك في هذه المناطق هذه، راه ماشي بحال المدن الكبيره. الخريف ملي كيبدا هنا راه ماشي بحال المدن الكبيره. اذا الله يجازيكم بخير، القياطن حاولوا ما امكن القياطن واكثر ما يمكن من الاغطيه، القياطن والاغطيه. فاش ندوزوا هذه المرحله ديال القياطن والاغطيه غادي ندوز للمرحله الاخرى هي ديال المساعدات الماديه، الفلوس، الكاش. فتنا هذه المراحل هذه، حاولوا ما امكن عفاكم، الناس راه محتاجين الكاش الفلوس وما عارفين اش غادي يديروا بهم، لان كنلقاو السلع كتلاح في الجناب، كنلقاو يعني وقع ان كاين فيض في السلع، في السلعه والمواد الغذائيه وداك الشيء. الله يجازيكم بخير، كل شيء مزيان، غير حاولوا دابا اننا نوجهوا الاعانات بواحد الطريقه عقلانيه وفعاله باش اي واحد عون يعاون بطريقه فعاله. اذا الله يجازيكم بخير، دابا خاصنا نفكروا في اعاده الاعمار ديال هاد الناس، اعاده التكوين ديالهم. هما اللي لاحظتوا معايا هنا كاينين الناس هما هنا كيجمعوا بيديهم، كيجمعوا الحجر، حجر كبار كيجمعوا بهم في يديهم باش الناس راه خاصها فين تسكن. راه دابا شويه غادي يدور البرد، شويه غادي يبدا غادي تبدا الشتا تصب، شوفوا السماء كيفاش دايره، وراه الى صبات الشتا راه تكون كارثه كثار من الكوارث اللي عشناها دابا مع الزلزال، وراه باقي الهزات الارضيه كتضرب. اذا الله يحفظ، وحاولوا ما امكن عفاكم الاخوان اللي ساعد شي حاجه بكل نيه صافيه. راه كاين واحد الحشد، واحد الحشد قومي لا اله الا الله، العالم كامل كيغير منا في هذه القضيه. غير حاولوا ان المساعدات تكون عقلانيه عندها فين التوجه ديالها. ما يكفيش اخي المواطن، ما يكفيش انك تساعد وتعطي الفلوس وصافي هنيتي ضميرك، لا، حاول تشوف على ان المساعده ديالك غاده في المكان المعين ووصلت لمالها. هذا هو الميساج اللي بغيت نقوله، وبارك الله فيكم. انا هنا، حنا هنا جينا في المنطقه ديال تاجكالت، كاين هذه المنطقه ديال تاجكالت والطرقان مازال محبوسين، الناس كاين اللي مازال ما وصلتهمش المساعده. شفت انا شخصيا، انا مواطن عادي ما كنتمي لحتى شي جهه، شفت الناس جايبين الكروات ديالهم مبادرات شخصيه، السيد جايب الكروه ديالو وخدام بها كيحل الطريق، ما كاين حتى شي واحد اللي كيعاونو، بحال هذا خاصو المساعده. شفت انا الناس اللي جابوا كاميوات من جهه اخرى، شفت الناس جابوا كاميوات ماشي جابوا، صيفطوا بالشوافر، صيفطوا كاميوات معمرين بالسلعه، الشيفور كيدور كيقول لك ما عرفتش فين نحطها، راه كاين كلشي السلعه موجوده، فين نحط هذا الشيء؟ كيقول لي لا سير البلاصه الفلانيه، كيمشي كيقول لي لا ما كناش محتاجين، سير البلاصه الفلانيه. فهمتوني الاشكاليه اللي طرحت؟ اذا ما بقاش غير عمر عمر عمر، دابا خاصنا نعمروا ونوجهوا، نوجهوا فين هذيك المساعدات. يعني اولا الفلوس كاش، مساعدات ماديه، ثانيا المساعدات ديال السكن، انسان يحط راسه تحت سقف. غادي نبداو بالقياطن، ولكن القياطن واحد المده ما غاديش يكفيو، من هنا على المدى المتوسط ولا المدى القريب القياطن راه ما كافينش. نبداو بالقياطن ولكن ما كافينش، ان فوا تبدا الشتا تصب راه ما يبقاوش كافيين. خاص الناس خاصها تعاود ترجع العيش الكريم ديالها. الناس هنا ضاع عليهم كل شيء، هذاك الشيء كنقول لكم الاخوان، المساعدات الماديه الماليه. كانت الناس عاودوا لي كاينه الصابا ديال، طلعت الصابا مزيان ديال الاركان، طلع اركان مزيان، اللوز طلع مزيان، التفاح طلع مزيان، الناس مستوكينهم، كل شيء خسر لهم، كل شيء طاح عليه، كل شيء تردم. حبه بحبه غادي يبداو يجمعوها، ما يمكنش. اذا الصابا كلها مشات. إذا كاين شي مساعدات مادية باش الناس تعاود ترجع العيش الكريم ديالها، صيفطوا البهايم، فرقوا أي شيء اللي يقدر يساعد الناس باش تعاود ترجع حياتها بصفة، اش غنقول لك، الناس راه مستعدين يخدموا، غير عطيهم الإمكانيات باش يخدموا. الناس راه ماشي واقفين كيتسناو في مساعدات يسائلوا حالهم الهليكوبتر، لا، الناس مستعدين يخدموا هما بجهد، غير نعاونوهم باش يديروا هذا العمل هذا. ديك المنطقه تافين قلت؟ تافين قلت، منطقه تافين قلت، ولكن ماشي غير هذه المنطقه اللي مضروره، كاع المناطق مضرورين، كنهضروا المناطق كامله اللي مضروره. والله يجازيكم بخير الاخوان. شكرا جزيلا.